ده؟ ابويا ابويا وين؟ تفضل سعد تفضل. ندى بابا بابا دخيل لك. شبيه 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 شو القضيه؟ المحروسه هذه بنتك؟ بالي بابا شو القضيه بنتك؟ بابا ارجوك انت احميني انا خايفه كلش خايفه. ماما ندى شكوا فهمونا. لقيناها بالطريق وطلبت النجده، حاولنا نستفهم منها ما انطى جواب. شو القضيه بنتي؟ بابا هو مو انا هو صدقني. اختي من هو؟ من هو هذا؟ احكي لي من هو؟ احكي بدي اخبرك وما ادري ما اعرف شو صار. بنتي تهدي بنتي نجوى جيبي لها قلاص مي بسرعه. بنتي لا تخافين انا يمك ما حد يقرب يمك. احكي لي اختي احكي لنا لا تخافين من هو؟ جميل. منو جميل؟ وين صاير؟ هسه بدقائق ونجيبه قدامك. هو ايش راد منك؟ انا كنت اخبرك وهو هاجمني. ابني ما يراد لها استنطاق. جميل مو غريب. وبعدين هاي صار المره الثالثه يحاول وياي يحاول انه يعاكسني. وحتى في مره امه ضربت راجلي على مود انه ما شرب عيني. تشربي هسه شربي. بابا صدقني هو اللي كان يأذيني مو اني. وتالي اختي تالي صارت المفضه بهالجقارب ايدي توخر عني وصارت براسه ما اعرف صار بعدين. بي امه بس لا متأذي الولد. اخي بنتك لازم تجيانا المركز. وعلى ويش المركز ابني؟ احنا عائله بيت واحد وبس كون الولد ما متاذي. صايره محاوله اعتداء ورد فعل وحتما الشخص هذا هسه بحاله خطره. لا تقول ضربته. اخي تفضل بدل ومشي انا. بابا انا كنت ادافع عن نفسي عن شرف صدقني. ما يخالف بنتي فوتي بدل هدومك وانا وياك. هسه لو باقي هنا ويانا وما رايح البيت خالتي مو كان احسن من هالهوسه؟ اسكت ابني. ابني احنا عائلة بيت واحد واحنا نحلها ببيناتنا بس كون الولد سلامات. اختي بيها اعتداء ومصاب لازم تجينا المركز. على كلامها محاولة اغتصاب مو سهلة. دشوفون المصايب. يما ايش جابك عليها شو وداك؟ مو تعرف هالبشاهير طالعة ويا ابليس؟ انا مو حذرتك منها. يما جميل جاوبني. وكيما شلونك؟ زين يا رب. بلغنا عنها هسه يجيبوها مشتوفه هي وابوها. لا شلون؟ ليش؟ امك نار وشرار ما حد يقدر يمنعها. ما عولت تركض على التليفون وتخابر. لا حد تضرب ابني وتنهزم واعوفها الا لا اسبيها سبايه. ويا من النوم التايهه الجوعانه سويت فضل عليها وعلى ابوها. جميل هاي نومتك. بك اخي امه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا ابني اهلا. تعالي امه شوف هالتايهه الجوعانه ايش سوت. كافي يا كافي ابنك مريض وخلي نشوف شغلنا. تفضل. شو اسمك ابني؟ جميل. جميل ايش؟ ندى شو تصير منه؟ بتزوج خالتي. احكي لنا شلون صار الحادث؟ حادث ايش؟ احكي له ابني احكي له جاوبه. شو جاوبه يوم؟ والي ابي يعني حضرت المفوض. انا لا اتهم ندى ولا غير ندى. هاي ليش؟ سمعته وهاب؟ فلشت المخك تفلش. شوف فطر البراسة حضرة المفوض تلمسه وشوفه بمنفذة الجقاير بنت محمود الشيب شاهين. يعني انت ما تتهم ندى؟ ابدا. راسي دقن بالغرف مال التليفون. انا كنت قاعد بالغرف جد الدنيا ليل صدق كنت نايم. هي نزلت تخابر انا فزيت ويا قومتي طخ راسي بال حجاية. منك هاي جميل؟ تدافع عن وحدة عايقة ما تنحط بالعيب؟ وك ابني احكي له حتى الحكومة تاخذ حقنا منها ومن ابوها. لفيتها ووكلتها وشربتها وماي العين داريتها. اني ادري تطلع اقرب بعدين. لعد ليش انهزمت بساعة متأخرة من الليل وبثوب النوم واخذت تاكسي وبعدين عافته وجت سيارة الشرطة وصوها للبيت؟ عرفت المفوض خطية غريبة شافتني وقعت بدمي ورعبت. هذا هو الصدق ابني. شوف هيبتي شي احكي. شوف كبير المعتمد وهاب تالي وياك. عيني حضرة المفوض
احنا نتهمها بضرب ابنه. ماما ايش تتهموها؟ البت رافعة قضية على ابنكم. قضية ايش عيني؟ طبعا فوق حقه دقة. هي ادعت ابنكم حاول الاعتداء على عروسها ام جميل. شفت بالله وهاب؟ وتصدقون عيني؟ هذه البنية تعرضت إلى حالة اعتداء ام جميل، وانت امرأة ناضجة ومؤمنة وتعرفين كلام الله شو يقول بهالخصوص. شفت بالله؟ هاي يمه ندى وبابا شاهين بقوا بالمركز. شي يسوون يعني؟ شي يسوون؟ ندى ادعت ام جميل تدري محاولات ابنها، وسراب تدري، طلبت يجيبوهم للمركز ويحلفوهم، ورفعت قضيه اعتداء. تي هلا بالله شفتي هالحي الرقطه؟ يعني ذولا بلوه حد يقدر يقايش وياهم؟ قوه قوه تريد تطلع منها وتبركس ابن اختي بيها. يعني ما يجوز ابن اختك مسويها يوم؟ وانت تعرفيه الجميل شلون فد واحد لا ذمه ولا ضمير. يعني هسه طلع جميل حمل وديع وندى ذئبة تحاول افتراسه؟ مو انت مرة مؤمنة وحرام. حرام ايش؟ هي لو ما متلاشية بي وشايف من هالشي. حرام يوم. حرام القذف بالمحصنات. الله نهى عن القذف بأعراض الناس. لأن اللي مسعرض غيره الناس تحكي عليه وتمسعرضه. والله عليكم. قاعد يدافع عنها. أنا ابن أختي مجطول سابح بدمه ونزار أفندي يدافع لي عن ندى. طبعا يدافع عنها ماما لعد المن يدافع. مو هذه نداوي اللي ما توقع من العين. اخويا انت التيه بدراستك وزمالتك وشغلك، شعلك بيها انت لوش تدافع عنها؟ عيب نجوى. ندى عاشت ويانا 12 سنه على احسن ما يكون، لكن هالورث الحقير هو اللي فسد النفوس. الفلوس الوسخه خلت الانسان ينزع جلده ويلبس جلد اخر. دفوت فوت امشي روح نام، احنا صوتنا اللي نصرفك وياك. طبعا الاصول ما تجي ويا العوج. احنا عوج؟ احنا مو عوج نزار، احنا ابدا بالدفاع من وحده وكلناها وشربناها بايدينا وبعدين نهشتنا. وكلتوها؟ وكلتوها لو شبعتوها ذل. نجوى ما تقولوا لي اشتردينوا من دياتكم بعد؟ مو القاعه تميل بالبطران، اتهدوا. درع. الله يساعدكم عيني. غير هذا ابن اختك منيره؟ عرفة فد واحد بازعة منه القاع. شلون صرت عيني نداوي؟ شلون صرت باجي منيرة؟ صدقيني سكتت عنا مرة مرتين وخاطر عيونك. هو هذا يعرف خاطر؟ الحمد لله على سلامتك يمه. تعالي نجوى تعالي بسرعة واخذيها خل ترتاح ندى. اي تعالي. يلا حبيبتي يلا سباعية يلا ابويا. تعالي سويتوا. اجى ابوي المركز. وقع علي وعلى ندى على نبختكم. اي وتالي ايش تالي؟ ايش تعرفي يا ندى؟ تريد اذية احد؟ سقطنا الدوره. يعني لو غير جميل فلا افك عما يا اخي. لكن وهاب وقف عيني وانصاف جت تولول بالمركز على شاهين هذا ابنك. اوف عنا الخاطر منيره. احنا من خاطرك رضينا النظر وسامحنا واجينا. يا عيني عليكم وعلى طيبة قلوبكم. لو خليت قلبت. انت رفعت راسي. هسه اقدر اقول عندي رجال ونعم الرجال. هو هذا جميل همينه مهبول وطايش. الحمد لله على سلامة بيتنا شاهين. كنت خايف من روحة هالبيت انصاف. وحذرتك. احسبها علي وحدتنا نوبات ما تدري شو تريد. دفوت فوت نام انت الليله مخضيت. امشي يلا ارتاح. شنو اللي استفاديته منك؟ هذا ابنك قعدت وياه حكيت ربيته علمته قلت له هذا يصير ذاك ما يصير. كل شيء بيدك. من اول ما كان عبد الرحمن منعم تشرخك بالحياه وانت بزود ابوك وثروته واعتباره تحكين. شو اقول لك؟ انت موظف صغير وسيم نزلت جيرانه وحبيتك واخذتك عبالك استملكتني. اقدر احكي اقدر اقول. اصلا انا وياك بصحراء كل من يجرب صفحه لا السامع ينتهي ولا الضايع يلتقي. لسانك هذا القشمرتني بيه واني صغيره هو اللي دا تحكي بيه هسه. واني ترس راسي الشين اقدر اوصل لقرارك وها
اني ما فد يوم وقفت كاي رجال وقلت لي بس عوفي لي الولد، لا تطي، لا تدللي، لا تغضي الطرف عنه، بس شو اسوي لك؟ مو تقوم القيامه ذاك الوقت غير؟ بس يا بابا يلا يا عيني يلا يا يوم، هسه مو كل شيء انتهى بسلام والحمد لله، وجا الرجال واخذ بنته وسقطها للدعوه، كل شيء رجع بمكانه. بنتي احنا عايزيها الاطلابه، بعدين اختك ما لقت احد تدفع البنيه غيرهم انا، ها؟ وانتي تعرفين ابنك وتعرفين سوالفه. شو اسوي اني؟ منيره وقعت بزياقي، اقولها لا؟ كنت اجيبها همينة اخدم عليها وتفيدني بالمطبخ. اني ادري تعليها الشكل تطلع. ويلي امه جميله ويلي. شفت كم خياط حاطين براسه؟ عصابه ابو زايد. انا همين هيجي بزره ما عدا اخلاق ما اعترف بها. هي معلوم؟ مو ما طالع من بطنك هذا. مو عندك درزن ولد. ما يعترف بي. دي الله. والله انا قلبي ممرود على الولد وهو برهاته. ها. لان هاي كلها من ترباتك. هاي لانه كلها طالعه من جوا ايدك. هاي لانه جبت البنيه ودخلتيها للبيت بدون موافقتي. وبعدين من ابنك تحارش بيها ما قلتي تعالي يا وهاب هذا اللي حصل حتى انا على الاقل اتصرف الويداناتها اخذ البنيه واوديها لبيت ابوها. دي بس يا بابا دي بس دي تعال عيني شوي ارتاح. كل شيء راح وفات، هذا حرق الاعصاب ما الى اي داعي. وتتعب امك حرام. شتعب بيدي جرحت ايدي. اخي مو جميل طف الضوء يعني وقت تمشيط هسه ساعة 2 بعد نص الليل لو كل شغله ايش عكس المطلوب. شو اسوي اذا مصايب الدنيا ما تخلي الواحد شويه يهتم بنفسه. من ايديك انا من ايدينا شنو عيني؟ احنا نحب المشاكل؟ ايه لازم اشغل هذا ابو نجم واشوف دراستها شلون تكمل. تدرس مسائي، تمتحن خارجي، لازم اشوف لها صورة حال. شاهين ترى اني ما مقصرة بحق ندى. الدنيا ما تنحزر والواحد ما يدري ايش ينتظره. وانا هم مريض وصحتي مو زينة. ما اريد بنتي تتبهذل بورايا. هاي شنو منك؟ ليش دا تتبهذل؟ ليش يعني مو امها؟ منيرة كافي نفاق. التهي بولدك وبس. وتركي بنتي لحالها. يعني هسه منيرة طلعت عدوة مو؟ مو عدوة. بس مو امها. والحمل ما يشيلها غير اهله. وانا شايل حمل بنتي. يطفي الضوء عاد. زين ما سوشتي؟ يعني هو معقولة تحارش بيج؟ اسألي سراب، خب سراب ما تكذب. اسألي أمه ليش ضربت راشدي؟ ها؟ ليش هي أمه ضربت راشدي؟ تلبس راسه؟ لا عيني لا، غير ضربة المنفضة هاي. اكو أثر ثاني غيره. والله الناس ما تنعرف. إلا نتجربيهم. إي. وأنا كنت باني آمال و... بس أنت على وش مستعجلة؟ عمري 30 سنة. يعني الإنسان بس العمر هو اللي يحكمه؟ لا تعقله وين؟ ترى الإنسان مو بس بعمره، بحاجات عقله همين. إي وحاجات عقلك شنو نداوي؟ ما أخسر. بس أنت خسرانة. عشتي عمرك كله خسرانة. عشت عمري كله اتعلم شلون ما اخسر لما اكبر واعرف شريد.